بسم الله الرحمن الرحيم. الله يسعد مساكو، مساكو طيب، الله يعطيك العافية. I'm engineer Malik Rawashde. I'm working for the Water Authority of Jordan under the Ministry of Water and Irrigation umbrella. I'm the Assistant Secretary General for Wastewater and Sanitation. It's my pleasure to moderate this session. And actually the topic here is interesting, the improving utility performance. And we are hearing these days a lot about the utilities, the reform of the utility, the utility management, and the manuals that have been issued by ACWA, the working groups that have been preparing a lot of efforts, a lot of experience have been put on these manuals. It is interesting, actually, to regulate and monitor the performance of the utilities in general. We have different, utility shaping and hierarchy in the Arab region here. So let us, hear our speakers today and learn, from their experiences. So we start now with engineer Ahmed Abu Saud. From Aqaba Water Company, engineer Ahmed Abu Saud. He has a baccalaureate in electrical engineering from Prince Sumaya University from Jordan. He is the director of IT department, and he's working for Aqaba Water Company, since the establishing of this company in 2004. He's gonna be, talking about the role of the IT in the management of water sector, the comprehensive solution end-to-end water management platform. Please, Ahmed. الدنيا مساء الخير. ناخذ مساء الخير اول شيء ونحكي سيشن سريعه عن الاي تي او دور الاي تي في اليوتيلتي وكيف الدور اللي احنا لعبناه بشركه مياه العقبه اللي ادى لعمل متكامل بحيث انه يصير في عندنا نوع من تحويل الداتا من الارقام لتصير انفورميشن، والانفورميشن هاي ليتر اون تستخدم لتصير نولج. بالبدايه بدي احكي عن السيشن تبعتنا، هي الدور الاي تي باليوتيليتي، وعم نحكي عن مانجمنت سوليوشن لليوتيليتي. لو رحنا ندور مثلا باليوتيليتي سيستم او باليوتيليتي كومباني وبشكل عام بالووتر، ما في نظام كامل متكامل بيحكي ليدير قطاع المياه. لو كان مثلا عندنا سيكشن زي بانكس او زي هوسبيتال او زي كده او اي شركه من هالشركات اللي الماركت كله عم بيشتغل فيها، بنروح على شركات الاي تي بنلاقي سيستم بياخذوه من ثاني يوم بتلاقي شغال، وكل الانظمه اللي فيه بتعمل حسب البيست براكتسز. يوتيليتي سيستم او مانجمنت سيستم او ووتر سيستم لقطاع المياه شوي كانت الامور صعبه انك تلاقيها من ديوان. احنا شركه اسسنا قبل 10 سنين، اللي كان موجود كان موجود بيلينج سيستم، تجيب قراءه تطلعها تحطها بالسيستم من قراءه عداد و بيطلع من نهاية فاتورة. انك تديل مع هذه الانظمة وتعالج هاي الانظمة وتاخذ تحسب الكوست بنفيت لكل اوبريشن ما كانت موجودة، بلشنا احنا شوي شوي نبني هاي السيستم ان هاوس بالشركة، ونجيب انظمة من هون وانظمة من هون ونربطها مع بعض. هذا الحكي كان له كمان شوية باد افكتيف، باد انه كل نظام بده يطلع ابجريد بدك ترجع انت تعمل له ربط من اول وجديد عشان تصل لتوتال سوليوشن. فخلينا نمشي مع البرزنتيشن. في البدايه احنا شركه مياه العقبه بندير المياه اللي موجود، بندير قطاع محافظه المياه والصرف الصحي لمحافظه العقبه. بالارقام عندنا اليوم اذا بنحكي عن مياه العقبه، احنا من عدد السكان عندنا 135,000، عندنا 3 محطات للصرف الصحي، عندنا نسبة الفاقد استطعنا من خلال الأنظمة من خلال تحويل الشركة لكومباني تنزيلها من نسبة 44% لوصلنا تقريبا في سنة من السنين لرينج العشرين.
خلينا نطلع على الموديل. الموديل اللي احنا نحكي عنه، اي مصلحه مياه او اي شركه مياه بحاجه انها تعمل في البدايه بلانينج، بعدين انتاج للمي، بعدين ديستريبيوت، بعدين ميترد، وبعدين كوليكشن. هون نقع بين تحديين. التحدي الاول انه احنا بجهه معينه بدنا نروح لموضوع الكواليتي اوف سيرفيس، ونحدد الكواليتي اوف سيرفيس والكاستمر ساتسفاكشن. هذا اول بالانس بدنا نعمله، بدنا نرضي الزباين، وبدنا نعمل ريفينيو مانجمنت، وبدنا ايرادات. في الطرف الثاني، في الطرف الثاني بنلاقي انه احنا لازم ننزل نون ريفينيو اوف ووتر، ونعمل اوبتمايزيشن للكوست والاوبريشنز، ونعمل افكتيف وير ونطلع على المجتمع المحلي. سوري، ونطلع على المجتمع المحلي. إذا احنا عملنا هاي المعادلة وحققنا وطلعنا على هاي الأبعاد اللي من جهة عم بتشدني لإني أعمل، سوري، جينا طلعنا على البالانسز هاي ما بين الكواليتي والسيرفيس اللي لازم نقدمها، ولنعمل كمان اوبتمايزيشن مع الكوست اللي لازم نحققه والاهداف اللي لازم نحققها. اذا عملنا هذا الكرييتنج بالانس وعملنا هذا الاوبتمايزيشن، بصير عندنا نعمل ويل مانجد، وبنكون فعالين ومحققين. لو جينا نعكس هذا الحكي اليوم لاي تي موديل، بنلاقي بانه احنا في عنا اول شيء بدنا نحققه اللي هو عباره عن كذا نوع من السيرفيسز مطلوب نحققهم ضمن هاي اليوتيليتي او ضمن هاي هذا الموديل. اول سيرفيس اللي هي مانجمنت سيرفيسز، ولازم نطلع كمان على الكاستمر سيرفيسز، ونطلع على الامبلوي سيرفيسز، ونطلع على الانجينيرنج سيرفيسز، والاوبريشن مانجمنت، والفندر مانجمنت. هذول كلياتهم لازم اي يوتيليتي يكون موجود عندهم كل هاي الكومبوننت وتتفاعل مع بعض بون سيستم، اندر وان سيستم. هون بنطلع انه كل سيستم كمان فيه تحته ديتيلز. انا بالمانجمنت سيرفيسز شو اللي بدي اياه؟ بدي احقق بزنس انتليجنسي، بدي شيء يعملي فيدباك على التعرفه، وبدي كمان احقق الفاينانشال اناليسز. برضه بسيستم الكاستمر سيرفيس برضه بتطلع للبيلينج، بتطلع على الكاستمر، بتطلع على المينتيننس. كل هاي كومبوننت بتكون موجوده بهاي الانظمه. اليوم لو بنطلع كل جهه معينه او كل سيستم بنجيبه من مؤسسه او بنجيبه من فندر او بنجيبه من جهه معينه، اللي احنا سوينا قلنا خلينا نجمع هاي السيستم مع بعض ونطلع بموديل واحد ل القطاع. هذا الموديل اليوم بيحكي بانه احنا لازم يكون عندنا اول لاير اللي هي لاير لو خلينا نبلش من المنتصف، عندنا هون الاوبريشن مانجمنت. احنا عشان نقدر نعمل ويل مانج لازم اول شيء نعرف كل سنجل اوبريشن قديش عم بتكلفنا. عشان نعرف كل هاي سنجل اوبريشن قديش عم بتكلفنا، لازم كل تاسك كل كذا تتحول عن طريق نظام اوبريشن مانجمنت مربوط دايركت مع الجي اي اس، مبني على اساس جي اي اس. هذا الاوبريشن مانجمنت له انبوتس من خلال الام ال ام ار الاوتوميتر ريدنجز، او من خلال سكيدا سيستم وقراءات. هم هدول بيكونوا انبوت على هذا الموديل، وفي نفس الوقت عم بيرمي هذا الموديل على الباك اوفيس او على الباك اند اللي هو متكون من فاينانشال وهيومن ريسورس وبروجكت مانجمنت وبروكيورمنت وسبلاي تشين. لو لاحظنا هذا التفاعل الموضوع سهل. يعني لو اطلعنا على احنا بالنهايه عم نعمل سيستم لاداره مياه، ايتم برودكت واحد، ما فيش داعي انه انا اروح اجيب انظمه متعقده واربطها مع بعض واصير اساوي عليها انهانسمنت وابجريد. المفروض انه انا بهذا الماده اعملها تراكنج من حد ما تطلع من الابار لحد ما تروح للديستريبيوشن لحد ما تروح للكاستمر لحد ما تصير فلوس بالبنك.
اللي عم نحاول نسوي نحط هدول كلهم ببرنامج واحد. عرضنا هذا الموديل واليوم صار معنا شراكات احنا و شركات معينه، يعني شركات مثل مايكروسوفت، مثل شركات، وصار التفاهم بيننا وبينهم انه احنا ننتج هذا الموديل ليكون اول موديل بيطلع تحت اسم بلاتفورم او منصه لاداره قطاع المياه. احنا بلشنا فيها كومبوننت كومبوننت، انهينا كومبوننت اللي هون السكادا والانبوت، واليوم عندنا والمانج على موضوع السكادا سيستم. الاي ام ار هذول كمان اوتوميتر ريدنج عم بيعملوا فيدباك للاوبريشن، عم بيصير كرييشن للتاسك من خلال هاي القراءات، عم تنعكس على الفاينانشال وعلى الفيكست اسيت من خلال العلاقه ما بين الاوبريشن والنظام المالي. الاوبريشن هون نطلع عليها الاوبريشن مانجمنت مربوطه مع الجي اي اس دايركت، بحيث انه كل زون موجوده هي عباره عن كوست سنتر. هذا الكوست سنتر اي اوبريشن بتصير ترتمى على هذا الكوست سنتر. اليوم احنا حققنا شيء من هذا وعم نبني باقي المنظومه. شاركنا مع مايكروسوفت ببرودكت اسمه وسمينا اول سيستم اللي هو اي دبليو ووتر مانجمنت سيستم او ووتر مانجمنت بلاتفورم، اللي راح يحقق لنا اداره للمستودعات، اداره للهيومن ريسورس، اداره للفاينانس، ومربوطه كلها على كونسبت بحيث انك انت توفر المعلومه لكل الديسيجن ميكرز بالوقت المناسب. ماذا يعني توفير؟ من هو الديسيجن ميكر؟ الديسيجن ميكر اي شخص ممكن ياخذ قرار في المؤسسه بغض النظر كان هو جابي او كان مهندس او واتيفر، وهذا القرار اللي بده ياخذه بده ياخذه في مرحله اللي هو مش افتر ذا فاكت، مش بعد ما ياخذ، يعني نطلع له ريبورت بعد السيستم يخدمه بعد ما يكون هو اخذ القرار وخلص، لا، لازم انه احنا نعطيه بيفور ما ياخذ، قبل ما ياخذ القرار يكون عنده كل المعلومات اللازمه لاتخاذ هذا القرار. الداتا هاي بتكون سنترلايزد على وان داتابيس، مش على اكثر من داتابيس، بالتالي بتكون فعاله وفيها كل الفاينانشال اللازمه والداتا اللازمه، وكمان بتحقق عن طريق انها مربوطه مع بتنجمع مع بعض وبتطلع للديسيجن ميكر على وان بروفايل، سواء كان عن طريق سيستم واحد او عن طريق لوجين واحد. اليوم احنا بشركه مياه العقبه شو وصلنا وشو بنقدر نعمل بنوفر سيستم. اول شيء خلصنا موضوع الداتا سنتر. اليوم عندنا داتا سنتر هو بمستوى على مستوى الشرق الاوسط هو من اول داتا سنتر بيشتغل بالبرايفت كلاود اللي هو البرمجه السحابيه، موجود بشركه مياه العقبه، وهو بيعمل سيرفيس لكل الامبلوي اللي موجودين بالشركه، بحيث انه الامبلوي اليوم ما عاد في عنده بي سي او عاد في عنده ديسكتوب، هو عنده من اي منطقه من اي محل بيقدر يعمل لوجن لا البروفايل تبعه، وبالتالي بده يعمل اكسس ويكمل شغله من الموبايل او من اللابتوب او من اي محل، وكل هاي الداتا بتتسجل على وان بروفايل موجود بهذا الداتا سنتر. كمان احنا عندنا فول سكادا سيستم. سكادا سيستم اليوم بتحكم بمنظومه الابار، منظومه الخزانات، ومنظومه الصرف الصحي، سواء كان الكوليكشن او التريتد، وكمان للريوزد. مشغول هذا الكونسبت او هذا السكادا سيستم على مبدا سوفت وير از ا سيرفيس. شو يعني؟ يعني اليوم انا عندي مجهز هذا السوفت وير لاتحكم في اي بير موجود في اي منطقه. يعني اذا انا عندي بير في مثلا هذه الابار اللي موجوده بتكون بتحكم فيها عن طريق السكادا سيستم موجوده في منطقه الدي سي، ما بتفرق لو كان هذا البير موجود مثلا في مدينه ثانيه او في بلد ثانيه، لانه كل هذا الحكي موجود على الكلاود او على البرمجه السحابيه، وبالتالي بيقدر اي حدا ياخذ منه هذا السوفت وير او يبلش هلا يعمل رنت له ليجربه عنده ليشوف شو الاوبتمايزيشن اللي بيقدر يحققها من خلال انه يستخدم هذا السوفت وير او هاي السيرفيس اللي هي سوفت وير از ا سيرفيس. عم نشتغل على انه كمان الاوتوميتر ريدنج اليوم كلياتها، يعني لما نيجي نحكي على كونسبت السوفت وير از ا سيرفيس، انه انا فيش داعي اشتري سيرفرز، فيش داعي ابني ابلكيشنز، ممكن انا استاجر هاي الابلكيشن من خلال شركه متخصصه او بلشت تعمل هذا السيستم، وبالتالي نصير نبني على هذا السيستم. خطتنا انه احنا الاي ام ار تبعنا يكون جاهز عددات كل المدينه باوتوميتر ريدنج ل ب 2000 بنهايه 2015، والورك فلو ما بين الاوبريشنز وما بين الفاينانس وديسيجن ميكنز وديسيجن سبورت سيستم يكون جاهز مع الاي ار بي بنهايه 2016.
شو هذا الحكي انعكس على المؤسسة تبعتنا. احنا اليوم بالداتا سنتر نزلنا الكوست سواء كان بالانرجي او بالاستثمار او بالاوبكس الى سيفينج كوست بطريقة خيالية عن طريق عدم الاستثمار بالهاردوير مرة تانية، وكله صار عبارة عن كونسبت فيرتشواليزيشن موجود على سواء كان بالبرايفت كلاود او بالببليك كلاود. كمان زدنا المعلومة، توفر المعلومة من خلال كاستمر سيرفيس او من خلال الاوبريشن، وتوفرها على الويب سايت تبعك للكاستمر، بحيث انه مثلا انه اليوم باستخدام الاي ام ار بيقدر يعرف اذا كان في عنده ليك. كيف بده يعرف انه في ليك؟ انه الميتر عم بيستل عم بيعد وعم بسجل خلال مثلا 2 دايز، which means انه العدادات التانك تبعه او الخزان روف توب تانكس ما انتلى بطريقة كاملة، وبالتالي في عنده تسريب. هذا كله لو يكون في لوجين على ويب سايت معين لهاي الشركة بيقدر يشوف هاي الانديكيشن، بتروح له مسج انه في عندك مشكلة نتيجة انه العداد او لسه ما 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 كمل. هلا هذا الحكي كمان شو بنقدر احنا نعكسه للناس اللي ممكن تاخذ هاي السيرفيس، انه بدل ما يبلش بهذا الانفستمنت وهو يعمل انفستمنت من السكراتش سواء كان برايفت كلاود او بابليك كلاود او وات ايفر، احنا بنقدر نوفر له اياها از ا سيرفيس ليجرب مثلا كونسبت سكادا عنده، نتحكم في هذا في سيرتن مثلا في بعض المواقع اللي عنده، ومن خلال استخدام الكلاود اللي عندنا بدون ما يعمل اي كوست، سواء انه يضيف على الكنترولر على البير او على المحطه اللي بده يتحكم فيها، وبيقدر من خلال السوفت وير هذا يشتغل على موضوع ال 3 minutes. اوكي، لا خلصت. اليوم احنا عندنا وقعنا مذكره تفاهم مع شركه مايكروسوفت، لانه فعلا مجال اليوتيليتي او البرمجه بمجال الووتر هو برمجة شحيحة مش موجودة، موجودة عم نستخدم أنظمة، منجيب هاي الأنظمة إحنا منحاول نخدمها، منحاول شنو هي تخدمنا، وبالتالي لابد من عمل تحليل كامل لموضوع الاستخدام الاي تي او استخدام السوفت وير من البدايه الى النهايه بتحليل كامل، وانتاج برنامج يتعلق باداره المياه بشكل كامل. احنا كمان اللي هي البرايفت كلاود اللي حققناها كان بالتعاون مع شركه اتش بي، وهاي الشركه اليوم احنا عاملين معهم كونتراكت بحيث انه نكون احنا وياهم شركاء بتزويد اي مؤسسه بترغب في رنت السيرفيس هاي من خلال شركه مياه العقبه. ثانك يو. شكرا مهندس احمد يعني على التوضيح حول دور الاي تي في اداره اليوتيليتيز في الشركات وفي قطاع المياه. بننتقل للمتحدث.